المباراة النهاردة تبقى حلوة بإذن الله، وأنا متوقع إن احنا نكسب الماتش إن شاء الله بإذن الله. منتخب قادر اللي هو يعمل مباراة حلوة، وإن شاء الله 2-0 بإذن الله. بإذن الله بإذن واحد أحد هنكسب 2-0 إن شاء الله. المفروض نلعب بخطة هجومية، يعني من الأفضل ليا إن هو يبدأ دفاع بعمر جابر وعلي جبر وأحمد حجازي ويلعب بكريم حافظ. والله النهاردة الماتش صعب جدا على المنتخب، ونتمنى كوبر طبعا يغير الخطة بتاعته والاستراتيجية بتاعته اللي هي مش نافعة مع منتخب مصر. احنا عايزين منتخب مصر اللي كان بيلعب قدام البرازيل واللي كان شرفنا قدام إيطاليا، مش هو ده منتخب مصر اللي احنا عارفينه. توقعت عن شاف ان الماتش اللي فات ما كانش كويس لان التشكيلة ما كانش بقى كويس، يعني ربنا يكرم النهارده ويعمل تشكيله كويسه للمنتخب وان شاء الله يعني نكسب باذن الله. والله احنا بنبدا يومنا كده من الساعه 10، الفراشه والكراسي والحاجات دي كلها، وبنظبط عده الصوت والاضاءه والصوره. بنتعب بس الحمد لله يعني الجمهور محترم بتاع منتخب مصر، مش في اي مشاكل خالص، الماتش بيعدي على خير، يبقى في عائلات محترمه نازله زي الاستاد بالظبط. بنبدا من يعني من الساعه 12 كده، بنقعد نظبط اكتر من 6 ساعات للماتش، عشان ان شاء الله يعني احنا بنحب المنتخب ونحب المكان اللي احنا بنشتغل فيه وكده. المباراه صعبه جدا، الظروف طبعا الارض والجو وعامل الرطوبه، ان شاء الله ربنا يكرم، لازم المنتخب النهارده يكسب عشان يخش ماتش غانا ان شاء الله يبقى مستريح. واهم حاجه النهارده 3 بونت اهم حاجه، وان شاء الله النهارده ربنا يكرمنا ويكرم المنتخب ويكرم جمهور مصر كله، ان شاء الله بنطلع بنتيجه كويسه ان شاء الله ونكسب عشان نخش مستريحين المباراه الجايه. مباراه صعبه طبعا جدا، بس ان شاء الله المنتخب يغلب 2-0. عبد الله السعيد وتريزيجي ان شاء الله. ممكن بيكتروا قوي مع كوبر وكده، ممكن بيكتروا 1-0 بالعافيه كمان. ان شاء الله النهارده مصر هتكسب 2-0، متوقع يعني النهارده يكون اداء احسن يعني. متوقع ان شاء الله مصر تكسب 2-0 يعني. بتمنى له المنتخب انه يوصل لنهائي البطوله وياخد البطوله.